في حواره مع مجلة الرجل، المرشح السعودي لرئاسة منظمة التجارة العالمية، المستشار في الديوان الملكي محمد تويجري: تجذبني التحديات، ومنظمة التجارة بحاجة إلى إصلاح ممنهج. القطاع الخاص دينامو النمو، ولدي خطة شاملة لمنظمة التجارة. منظمة التجارة تحتاج إلى إصلاح هيكلي وإداري، وفوزي سيكون للمملكة أولاً. العمل الدؤوب بقيادة سمو سيدي ولي العهد واضح وجلي للجميع، وأنا متفائل بأن الكثير سيتحقق في المستقبل. رؤية 2030 رحلة كبيرة ومكثفة وفي غاية الطموح. المنصب ليس مهما، الأهم أين أعمل وماذا أعمل وكيف أتطور. نصيحتي للشباب: حياتك العملية ملك لك، استثمر في نفسك وتعلم. وصيتي لأولادي: كونوا ما تحبون وأحبوا ما تعملون.